بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ أنفسنا والشعب التركي بالقضاء على جرائم العسكر، ونحيي الشعب التركي لتلبية نداء زعيمه وزعيمنا المسلم التركي رجب طيب أردوغان. مما لا شك فيه بأن العسكر حاول، ولكن ليس عسكر نقول ليس عسكر تركيا، ولكن جزء شرذمة من عسكر تركيا حاول أن يطبق نفس سيناريو العسكر في جمهورية مصر العربية الحبيبة القريبة إلى قلبي. أنا مصري الأصل وبوسناوي الجنسية وأنتسب إلى تركيا كأخ من الإخوة المسلمين، وليس الإخوة، الإخوة المسلمين في تركيا. حاولوا بقدر الإمكان أن يطبقوا نفس نظام السيناريو المصري، ولكنهم لم يفلحوا، لأن كان وراء أردوغان شعب وشرطة وجيش وقضاء. فنحيي الشرطة التركية التي باسلت ودافعت عن أردوغان في أنقرة وفي إسطنبول وفي كل الميادين، وهي تختلف اختلافا كليا وجذريا عن الشرطة في مصر التي قتلت وذبحت وحرقت الساجدين في رابعة وفي ميدان النهضة، قتلتهم في صلاة الفجر، وقتلتهم في صلاة الظهر، وقتلتهم في صلاة العصر، وفي صلاة المغرب، وفي صلاة العشاء، وفي التراويح. قتلت المصريين كما يقتل أو كما يذبح أو كما يفترس الذئب فريسته. نقول للشعب التركي نحن فخورون بهذا الشعب الذي لبى نداء زعيمه وقال كلمته. فهنا نقول لم ينتصر أردوغان، ولكن انتصر الشعب التركي، ومن وراء أردوغان الشعب التركي رأى في مصر مثال سيء لحكم العسكر. هم أرادوا أن يضحكوا علينا ويضحكوا على الشعب التركي كما ضحكوا على الشعب المصري، وقالوا نحن أتينا لكي نرجع الديمقراطية التي سلبها أردوغان. أي ديمقراطية تريدونها وأنتم على ظهر زبابة؟ أنتم قتلتم وأطلقتم الرصاص وأطلقتم طائراتكم الF-16 لكي تقتلوا الشعب التركي. فأي ديمقراطية هذه؟ أي ديالوج؟ أي حديث تتحدثون عن أي ديمقراطية أنتم تتحدثون عنها؟ أي ديانة أنتم تنتسبون إليها؟ لا يوجد ديانة على الأرض، لا توجد ديانة سماوية إسلامية أو يهودية أو مسيحية تقول من خالفني سأقتله. لا توجد أو لا يوجد حديث أو ديالوج، فقط الرصاصة. من يمتلك الرصاصة هو من يمتلك الكرسي؟ لا والله. هنيئا للشعب التركي ما قام به، هنيئا لأردوغان بشعبه. ونحن نتمنى بإذن الله تعالى أن يفرج قرب رئيسنا وزعيمنا وحبيبنا الزعيم القائد الدكتور محمد مرسي، الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية الذي أتى بالانتخابات، ونحن قد صوتنا إليه، ونقول له اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله، وفرج قرب. آمين يا رب العالمين. قائدنا الرئيس محمد مرسي، وإلى الأمام على الشعب التركي، ونقول له هنيئا لك، ونحن فرحون. وأحب أن أقول والله لم ننم إلى الآن منذ أن سمعنا بخبر الانقلاب إلى الآن، والله لم ننم، ولكننا سننام عندما ينام رئيسنا وزعيمنا الآن رجب طيب أردوغان. جزاك الله خير.